سلطانة؟ لا تاكلي هم، سويت مثل ما أمرتينا بالضبط، تأكدت من كل شيء وما تركت وراي ولا دليل. لك انتي فكرتيني وحدة غبية؟ شو اللي خلاكي تطولي كل هالقد لحتى تتدخلي؟ بس فهميني ليش تأخرتي لو وصلتي لعندهم؟ سلطانة أنا انتي أصلاً هذا هو قصدك، بدك ياها تموت وهيك بتكوني انتقمتي منا كلياتنا. خديجة بتموت وكمان كوثر، وطبعاً رح يتهموني إلي بهي الجريمة. منيح إني لساتني ما بوثق فيكي. حضرتك ما إلك أي علاقة بنوب، أقسم بالله حتى ما فكرت بهالشي، بس أنا فكرت بالشي اللي ساوته فيني السلطانة. وقت شفت كوثر وهي عم تخنقها كنت عم فكر بشغلة واحدة بس، ببنتي. شو الذنب يلي ارتكبته ليقتلوها؟ كيف سخيت فيها وما رحمتها؟ ما قدرت احملها بحضني ولا حتى اني شوفها. حرمتني بنتي وما تركت لي غير القهر. حاسة بوجعك يا فريال، ولهيك على طول انا رح وقف جنبك. هلأ السلطانة كانت كتير قريبة من الموت وكان الواضح إنه هي رغبتك، بس انتي فيكي تاخدي بتارك بأسلوب تاني. بس تخلص الحملة رح يرجع إبراهيم لهون، ووقتها رح تشوفي. ساعتها انتي بدك تعملي المستحيل لتاخدي الباشا من إيد السلطانة خديجة، وهاد رح يكون أكبر انتقام منهم. فهمتي كلامي يا فريال؟ فريال سنبول، بدي اياك تنتبه لانه هديك الجارية صارت بالقصر. ناهي الدوران قالت لي انه هي طول الوقت هون بالقصر، بس انا ما صدقتها. جابوها من لما اجا مولاي السلطان من الحملة، يعني اليوم او بكرة بتبين بالقصر. خلي عيونك على الطريق الذهبي وشوف مين هي الجارية اللي رح تروح على الخلوة. هالسر كلهم عم يحاولوا يخبوه، بس انا متأكد يا سلطانة الا ما يغلطوا شي غلطة وينكشف السر. سلطانة. أهلين فريال. قبل شوي إجت لعندي عفيفة خانم، السلطانة أخذ قرار بخصوص موضوعي. بدها تزوجني وتطالعني برات القصر. والله الخبر كتير منيح. وليش مبوزمة هيك؟ حمدي ربك إنهم ما قطعوا لك راسك، يعني أحسن لو كانوا قتلوكي؟ لو متت كان أرحم لي يا سنبل. السلطانة عم تساوي هالشي قصداً، هي ما قتلتني مشان تزيد عذابي وأهلي. قليلي أنت شو صار لعقلك فريال؟ كأنك فقدتي من وقت ما شفتي الباشا؟ سلطانة، مين ما كان يلي رح يجوزوكي يا وافقي، وبعدين بس يجي وقته رح خليه يطلقك. بتصيري حرة مثل العصفورة، وساعتها صار فيك تطيري لوين ما بدك، يعني مثلا عقلب ابراهيم باشا. هه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 ه